شروق شمس بيعلن بداية يوم جديد. يا رب اليوم ده يكون كله خير وبركة ويعدي بسلام وصحة على كل حد فينا. بتمنى لحضراتكم يوم جميل مليان كله سعادة وتفاؤل وفرص جديدة. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، وبرحب كمان بفريق العمل خلف الكاميرات، وبرحب بأندرو في الاستوديو. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مارينا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج صباح مي، حلقه يوم السبت 13/7/2024. ان شاء الله انا ومارينا هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولمده ساعتين على الهواء مباشره. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، حلقتنا بتتكون من ثلاث فقرات. الفقره الاولى بتكون الفقره الاخباريه اللي بنقول فيها اهم واخر الاخبار اللي حصلت مؤخرا، والفقرة الثانية هي الفقرة الصحفية اللي بنتابع فيها أهم وآخر المنشطات اللي بتتصدر الصحف المصرية. وهيكون ضيفنا في هذه الفقرة عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. أما بقى فقرتنا الثالثة والأخيرة، فموضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا عن التشكيل الوزاري الجديد، أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة الجديدة وكيفية العمل على حلها، وأيضا كيفية العمل على الأهداف الموضوعة من قبل هذه الحكومة. هنناقش هذا الموضوع مع حضراتكم من خلال ضيفنا اللي هيشرفنا هنا في الاستوديو، دكتور إسلام الصوابي، محاضر إدارة الأعمال جامعة بنها، والفقرة دي هتكون إن شاء الله مع زميلتي مارينا. بس قبل ما نبتدي حلقتنا مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نبتدي أول فقرة في حلقتنا، خليكم معنا.